مساء الخير يا برج الميزان، للقراءة العاطفية، ويا رب تكون تنول يعني أعجابكم إن شاء الله. هنخش على الطاقة العامة. برج الميزان، أنت في طاقة الاختفاء وإعادة النظر في أمور ممكن، وممكن تكون مختفي عن الشريك أو الشريك هو اللي مختفي عنك، ولكن يمكن أن يكون برضو خيبة أمل مثلا، بتعيش خيبة أمل ممكن. الشريك كده طاقته جامد عليك قوي أو جامد عليك، ومصدر لك وش مش لطيف، ويعني ماسك على مشاعره وقافل مشاعره عنك نهائي، وانت فعلا بتعيش زي ما تكون زعلان أو مش فاهم هو ايه اللي بيحصل. فعايزين نشوف طيب ايه اللي بيحصل هنا بقى. طيب، برج الميزان مبدئيا كده الشريك قاصد انه يعمل كده، قاصد انه يمسك عليك، لان طاقته حاليا الامبرور، والشخصية دي شخصية مش سهلة، وشخصية مش سهلة ومش لطيفة، لا يعني هي مش سهلة عموما، شخص بياخد قرارات حازمة وطوالي، يعني هو قرار بالرحيل يبقى قرار بالرحيل، قرار بالزواج يبقى قرار بالزواج، من الآخر. ممكن تكون بتتعامل مع حد من برج أسد، حوت، وحمل. احنا ماشيين دلوقتي في الطاقات، يعني هقول لكم. فشخص مش هزار، وما بياخد قرار بياخد قرار ما بيرجعش أصلا فيه. في المقابل أنت في طاقة، بالظبط طاقة تعب نفسي وشاعر بخيبة أمل. دول ناس ماشية من مكان وهم مش شحاتين، بس هم مش عارفين يخشوا البيت ده من البرد، بس رجليهم يعني باظت وحالهم بالبلع زي ما بيقولوا. فانت شاعر باليوتم، مشاعر اليوتم كده، كأن حد مثلا شخص لا قدر الله، يعني ربنا يبعد عن اي حد، توفى عنه اباه. بالظبط كده، انت كنت بتعتبر الشخص ده زي والدك، بالظبط زي والدك، وبتستشيره في كل امورك، لان هو شخصية فعلا شخصية يعني قوية. ممكن تكون علاقة زواج، ممكن تكون علاقة زواج، والشخص ده اخد قرار بالانفصال كده بدون رجعة. فانت شاعر بان ما بنيته في سنوات وسنوات انهدم، وخيبة امل عالية اوي 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 اوي، وشاعر باليتم، شاعر باليتم. طب مبدئيا كده انا عايز اعرف هو ليه خد القرار ده. ممكن يكون خد القرار ده يعني من وحي خياله. على فكرة هو مستقوي عليك اوي، زي ما يكون قاصد مثلا يستقوي. ده انفصال. الشخص ده لو كانت علاقة عاطفية فهو حابب انه ينفصل عنك، لانه حابب يبقى سنجل من الاخر، واخد قرار بجد مش هزار، فعلا قرار بجد، وشاعر بان ده الحكم الصح، وده كان اللي المفروض يحصل. هو شايف ان ده اللي كان المفروض يحصل من الاخر، وهو عايز يبقى سنجل. انما لو هو متزوج، يعني انتوا متزوجين في علاقة زوجية، فممكن يكون عينه على حد تاني من الاخر كده، وعايز يروح يتزوجه بقى، وشاعر ان الشخص التاني ده هو اللي حلو، يعني عشان كده قافل على الموضوع خالص، عايز يقفل على الموضوع خالص، واخد قرار صريح يعني. لكن هو مجمد مشاعره قوي عليك قوي قوي. او برج حمل، فده الطبيعي يعني من برج الحمل. وانت شاعر بان في شيء انهدم، في شيء انهدم، انت تعبان جدا، يعني ممكن تكون من كتر الزعل بتبكي مرة واحدة كده، تلاقي نفسك عيطت بدون اي هدف، يعني مش هدف يعني، لا لما بتفتكر مثلا مرة واحدة. طب هو شايفك ازاي في الوضع الحالي؟ شايفك ان انت تعبان. بص بقى، يعني بص الراجل ده جبروت، انت ممكن تكون عملت حركة زعلته منه، زعلت يعني زعلته منك،
ممكن تكون او عملت حركة قفش عليك. ممكن، ممكن مش ممكن، لا ليه ممكن. شايفك ان انت تعبان جدا 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 جدا. ممكن تكون يعني محسسه بان هو لو علاقة زوجية وانتوا بتشوفوا بعض في البيت، فانت ما بتنامش معاه في نفس الأوضة وتعبان، وزي ما تكون مش بتترجاه، بتقول له طيب يعني نعيد، نعيد تاني، نعيد حاجة. قالك لا انا واخد قراري، انا عايز امشي لو سمحت، سيبني امشي. بص انت شايفه ايه؟ انت شايفه ذا الصن. ذا الصن دي بقى اللي انا هتأكد منها، دي اللي انا هتأكد منها، هل هو معاه طرف تاني ولا لا. طبعا لو مرتبطين ممكن يكون عايز يخلع من هذه العلاقة ويروح لحد تاني. شوف بقول يخلع، جت يخلع. انت شايفه ان هو قرر الرحيل مرة واحدة، هو بالظبط كده ده اللي حصل، مرة واحدة عمل لك الوش ده بدون أدنى سبب، بدون أدنى سبب. انت ممكن تكون ما عملتلوش حاجة، عشان كده انت تعبان قوي، انت بتقول له ايه اللي حصل، وقرر يمشي بدون ابداء اسباب لوحده كده. ممكن يكون عمل لك بلوك، لان على ممكن يكون بالظبط، ممكن يكون عمل لك بلوك وباصص لحاجة تانية. انت شايف ان هو باصص لحاجة تانية ومتكبر عليك، ممكن يكون ما بيردش عليك لما تيجي تكلمه، عشان كده هو شايفك ان انت تعبان. انت ممكن تكون بعت له مسجات تقول له ليه عملت معايا كده ليه مثلا، بتبين له يعني ان في مشكلة، انا تعبانة او انا تعبان، بتعمل معايا كده ليه يا اخي. فهو شايفك ان انت تعبان من غيره، ولكن هو مستمر في تحركاته. طيب ايه الخطوة اللي ياخدها؟ الخطوة دي انا مش حباها خالص. و الخطوة اللي ياخدها الشخص ده لو زوج، هيطلق، هيكسر قلبه، لان هنا كارت المأذون وانت هتوافق على الطلاق ده. لو زوج وفجأة كده قالك انا عايز اطلق، طب ليه يا عم؟ طب ولادنا، الولاد حرام عليك، اهم طفل في بينكوا اطفال، انت عايز تطلق ليه؟ انت عايز تطلق، تطلق ليه؟ ليه عايز تطلق؟ تطلق قصدي. ده مستقوي قوي، ده جبروت، ده عايز ياخد قرار الانفصال في اسرع وقت، في اسرع وقت. وممكن يكون بص ده كوين اوف فانوس وكوين اوف بانتكلز. الشخص ده انت ممكن تكوني عارفه واحد بس، انا هقول لكم على سيناريو ظهر لي فجأة كده. الشخص ده متزوج مش بيكي، اتس اوكي تمام، وقرر مرة واحدة انه ينفصل عنك. ليه؟ عشان هو شاف ان اللي حصل بينكوا ده ظلم لعيلته، وقال لك انا اسف جدا انا مش هينفع اكمل معاكي. قلت له حرام عليك، طب واللي بينا؟ طب وتقلك لا انا عايز امشي لو سمحتي. عشان كده هنا في علاقة ثلاثية، في زوجة اهي، في زوجة، في زوجة، في زوجة في النص. هو شايفها ان هي ظلمها، شايف ان هي ظلمها. الزوجة دي ممكن تكون برج ترابي او ناري، وممكن تكوني زوجة تالتة، وممكن تكوني طرف عادي ارتباط. فقال لك مرة واحدة كده انا ماشي. انت شايفاه ان هو عمل الحركة دي عشان عياله، عشان هو عنده طفل، عنده بيبي، وقرر ينسحب من هذه العلاقة لانه فكر كتير قوي وحس ان هو متكتف مش عارف يبقى معاكي ولا معاك. انا بقولك ده متجوز، راجل متجوز، ممكن تكوني اكتشفتي انه متجوز، عشان كده انت ماشي تعبانه جدا. القرار اللي انت هتاخديه اذا عرفت، وده قرار حكيم اكيد عرفت، بس ممكن يكون مأذون، ممكن تكونوا متجوزين كزواج في السر، بس انا هخليها برضو على علاقة عاطفية فهتبقى انفصال برضو. بالظبط بالظبط.
انت هتقرري ان انت تقفلي الشابتر بكل بساطة. الشخص ده مش قابل منك اي عروض خالص، تقدمي له عرض لا، وحتى هو لو قدم لك اي عرض مش هتوافقي اصلا. وقررت ان انت تجمدي مشاعرك وتقفلي العلاقة دي خالص، انت او انت قررت ترحلي. لو هي زوجة فهي خايفة من جوزها، اهو بتفكر في جوزها، فكرت في جوزها، راجعت نفسها وقالت ان انا اللي بعمله ده حرام وعيب، حرام ان انا اكون بكلم راجل متجوزه، انها في علاقه زواج في الموضوع. بس لو مش علاقه زواج خالص وارتباط، فالشخص ده عنده طرف ثالث وحاسس ان الطرف الثالث ده اتظلم معاه قوي وقرر ينهي معاك انت، وانت حاسه بانك قدمت له عروض كتير قوي وهو مش راضي، هو باصص لحاجه تانيه، فهتقفلي الشابتر ده خالص من حياتك. شايف العلاقة دي بينكم ازاي؟ شايفها العشر صفوف على فكرة الشخص ده هقول لكم، الشخص ده على فكرة من بره بيظهر ان هو مية مية، ولكن من داخله يظهر العكس. ايوه بالظبط، الشخص ده تعب من حوار العلاقة الثلاثية دي خالص، وقال لك ايه بقى، لا يمين ولا شمال، انا تعبت، انا مرة هنا ومرة هنا، انا تعبت، تعب خلاص، تعب من زوجة فيها اولاد ومع واحدة تانية، او تعب من واحدة شاب عادي مع اتنين، فتعب وحاسس ان العلاقة دي كان فيها مش طعنات، كان فيها الام، مش عارف يوازن نفسه، هو تعب، واحد نايم على الارض تعب خلاص، جاب اخره، هو جاب اخره و عايز يستريح ويرحل بقى، يرحل، فقرر الرحيل. انت شايفه ان العلاقه دي كانت الكينج اوف كابس، يعني كانت علاقه كلها استقرار، عشان كده انت زعلانه قوي، وهو قلب عليكي، قلب عليكي مره واحده، او قلبت عليك مره واحد، يعني مره واحده كده قلب عليك وقالت لك انا عايزه امشي يا بنتي، انت مش قلتي انك مثلا مش حابه الوضع، ولا لا لا انا عايزه امشي، فاقت كده مره واحده، او فاق مره واحده. اه بالظبط، ايوه انت كنت، ايوه انت شاعر ان العلاقه دي كان فيها حاجات حلوه قوي، كان فيها كل حاجه حرفيا. لو زوج بقى صح، زي ما انا قلت كده زوج، يبقى كان موفر لك كل حاجه، الزوج ده كان موفر لك كل حاجه، وكان عامل لك استقرار، وكل حاجه كانت عندك، كل حاجه كانت فيه، انت كنت بتحبيه قوي قوي، مش حب طبيعي يعني، ده الكينج اوف كابس، كنت بتبادليه شعور رائع يعني، وهو كمان كان شاعر معاك بالاستقرار. لكن احيانا الانسان ضميره بيصحى، هو ضميره صحي بالظبط، ضميره صحي فجأة، وحس ان هو ظالم حد معاه ومتجه ليه، هي علاقة ثلاثية، في طرف تالت في العلاقة لو انت ما تعرفيش، ولو ممكن يطلع متزوج وانت مش كنتيش متجوزة الحاجة دي، في علاقة مع حب، متزوج وعنده طفل، وكان مخنوق جدا من ان ممكن يكون كان بيكلمك على الطفل ده كتير، يقول لك انا خايف اظلمه، انا طب النصيحة ايه بقى يا برج الميزان؟ النصيحة بتقول لك ايه؟ النصيحة بتقول لك ارجوك انظر الى الامام وارحل من هذه العلاقة. بص الكارت ده مش شبه الكارت ده، بس في حاجات مشتركة. اقول لك العلاقة دي كان فيها استقرار صح، مش هكدب عليك، وكنت شاعر فيها بانك الكينج صح، برضو مش هكدب عليك، ولكن احيانا كثيرة لازم نرحل من علاقة، من العلاقة دي لازم، في شيء ناقص في العلاقة دي، ايه هو؟ الامان مثلا، لان ما يكون شخص متزوج وعنده عيلة عمره ما يبقى فيه امان. انا دماغي ده في البيبي، دماغي في عيالي، دماغي في الزوج، ممكن تكون مراته عرفت على فكرة، انا عايز اقول لك المفاجأة، مراته ممكن تكون عرفت وقالت له طلقني، وحس ان هو هيطلقها وفي عيال، لا لا خلاص بقى اتعدل، همشي عدل. هي حاجة حلوة ان الزوج يرجع لزوجته، ولكن في قلبي بينكسر هنا، في ناس شعر ان هي بتموت من الالم، وانت بينتيله بما فيه الكفايه انك تعبانه، ف
فالنصيحة بتقولك امشي حتى لو زعلانة، بصي لقدام، حتى لو زعلانة متضايق من اللي حصل بص لقدام امشي. مش دي العلاقة اللي انت هترضيك، العلاقة دي مش فيها كل حاجة. طب هل في شيء جديد ممكن ينجل برج الميزان بعد العلاقة دي؟ دي حاجة عامة طبعا، يعني ممكن تتحول، ممكن لا، مش محدش يجي يقولي محدش جالي. انت هتشيل آلام الماضي على برج الميزان. طب خلاص هي فتحت كده. انت في عرض جايلك، ولكن العرض متوقف، في حد مقدم لك عرض، شوف بقى دور حواليك. عشان كده الكابتن بيقول لك بص بص قدام، بص قدام عشان في حد مقدم لك عرض. بس تقريبا كده ممكن يكون كان عارف انك في علاقة وخايف، فحاول تديله اي لمحة كده. برج الميزان باينة جدا، يعني هذه العلاقة علاقة ما فيهاش استقرار من ناحية الامان، ولكن انت كنت شايف ان فيها، انت كنت شايف كده. ياما بنشوف حاجات بتطلع غلط عادي، ولكن اعلم جيدا ان هذا الطرف لو بعد عنك، اسمع بقى، بعد عنك، بعدت عنك، تمام، راجل وست مرة واحدة، لان انت شاعر بالغموض. الشخص ده قفل عليك مية ونور من غير ما يقولك حاجة اهو. الشخص ده متزوج، عنده علاقة ثالثة، في منها اطفال اهو، وقرر يستعيد العلاقة القديمة دي تاني. ممكن يكون كان مطلق ورجع، لو انت ما تعرفش يعني، ممكن تكون انت على علم بذلك وسابك بقى في الحيرة دي، وعارف على فكرة ان انت كنت بتحبه قوي وسابك. لكن الطرف ده شخص ما عندوش استقرار.